المشكلة أنك تتعامل مع ثمرة والشجرة عندك منذ 50 عاما على الأقل وهي تطرح. هذه الشجرة، شجرة البطالة وشجرة السعودة فيما بعد، والسعودة المغلوطة المشوهة بكل ما تعنيه الكلمة من مفاهيم، هذه مصيبة أخرى، كارثة تجر كارثة. الكارثة الأولى نظام الكفيل. الأساس نظام الكفيل لم يراجع إلى اليوم منذ الستينات الميلادية إلى اليوم. جاءت بعد ذلك حكاية السعودة، فوجئنا بالبطالة وفوجئنا بالسعودة، طيب ماذا نفعل؟ بدل أن نراجع الأمور من جذورها، قمنا يعني زي ما تقول تحط العطر وانت عرقان. طيب أزل العرق أولا ثم ضع ما شئت من عطور.